بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 20 مارس. اليوم نادي الحصري للموسيقى العربية يقدم عرض متنوع من ملوف ومن أغاني فردية تونسية وشرقية. العرض مش يكون أكثر من الزمن الجميل، الكل مأخوذ من الستينات ومن الأغاني القديمة جدا، وإن شاء الله يعجب الناس الكل. ومرحبا بكم الناس الكل. محمد العزيز خضراوي من المطربين القدامى قيدوم الفنانين في القيروان. العرض هو مناسبة عيد الاستقلال 68 لعيد الاستقلال، إن شاء الله مبارك على تونس كاملة. وحبينا نعمل العرض هذا، نحن نادي حصري نادي حديث العهد، معناها الناس مشي حتى محترفة في متولاء، وليدات صغار في متولاء في ظرف وجيز، معناها كونا معناها فرقة، وكونا معناها حفظنا الملوف، خاصة الملوف في متولاء معناها اللي هو به العمدة اللي كون الأصوات وكذا، وتكونت فرقة ما تسمعها الليلة معناها ممتازة. وهذا أول عرض في متولاء، وإن شاء الله كافة الحضور يستمتعوا بهذا العرض الشيق، ونزيدوا معناها نقدموا عروض أخرى في مستوى الحدث وفي مستوى معناها ولاية القيروان. احتفالا بذكرى 68 لعيد الاستقلال، هذا التاريخ الرمز في ذاكرة الشعب التونسي والاتحاد الاستقلال تونس واسترداد سيادتها، حبينا يكون احتفالي طربي بمجموعة نيرة من الموسيقيين، نادي الحصري للموسيقى العربية اللي يضم نخبة من أحسن العازفين والفنانين في تونس. الحمد لله اليوم كان أنا أقول عرض ناجح 100% باعتبار الحضور النوعي اللي قاعدين نعيشوا فيه الآن بباهو المركب الثقافي، وكرر عائلات القيروان وجمهور من أحباء الموسيقى العربية. إن شاء الله تكون ليلة زينة، وهو مساج لكل أهالي القيروان أنه راهو الثقافة عندها دورة، الثقافة تبقى غذاء للروح وتبقى يعني أكيدة جدا وحاجة لازمة، خاصة في ليالينا ليالي رمضان المعظم بحضور العائلات بتكاتف كل الجهود. إن شاء الله نوصوا باش نبنيه لمهرجان المدينة اللي باش يكون انطلاقه إن شاء الله يوم السبت القادم بهذا الحضور النوعي من الجمهور. الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس.